النقطة الأخرى وبعض الحركات أو بعض التفاصيل في المزح منبوط بها. مثلا من ضاء سيرم عدة نقاط. النقطة الأولى بعد كرحانة قيرين دا قوري خمز بخار سيبر سحانة قلادة برأضاما مثلا برسر ورديخ أو مثلا برأضام موجود داقو برحكات وريانا ضمنا بأول من أضاما غيباسين إلى أدشن ده يعني قاطة حنكنا غيبي بربرنا قاطة وغيبات غبليوخ نشكل ده قاضة عشان أتنية ما أخته بو منبوته نقدر أضمن جالي وزغو صنبنا أنه حنا جاليم برأضام موجود داقو من بأضام ورتي صالم أو مثلاً برشي صور يانم دا سر ور يانم دا بحكتة إكينجي نقطة نشيدة بعد سحانة قيلار برحكتة وبحكتة وقت أول مبتة يعني نشكل كذيباً يا بدي سيب يلان در من حانا قيليم هان فلان مثلاً قيت شارشيا وهي عطية در سنش يلان سيلادي يلان سيلان من حانا قيليم إذن حتى حنا قيري سي بالتالي يلان دو صيوخ يلان دو بها يعني يلان سي حسب لا رو صيوخ بيغمبر دي المؤمن يزني ولا يكذب بيغمبر صلى الله عليه وآله حنا قيلار ده دي إني لأمازحكم ولا أقول إلا حقا كرشك ما نقول اسبع عسكرة حنا قيلين بلا اسجا ولكن حنا قيلين منهم بالباطل يعني برموضوعة مثلا أول ما يكتبها وزندي دين نراك يا رسول الله بأخو بلا مشي حنقي لي شيء ديدها حنقي ليم ولكن لا أقول إلا حقا حق طح حنقي ليم يعني نشكل حق طح حنقي ليم مرة من المرات برا رواد قاعد في غنبرينا صلى الله عليه وآله ديد قشم سان شاغلية يدعوك قصة بشكل دارتك نشكل دي يدعوك يما غايسة أو بلا شهر ما غايسة بالمين diye döndü peygamber özüne dedi hasılı bir şey yok gözünde ak olan dedi yok vallahi gözünde kişinin ak yoktu peygamber dedi böyle o gözünde ak olan dedi ya Resulallah kişinin gözünde ak yoktu benim peygamber dedi var adam gözünde ak yoktu kaz zeri bu gözünün yanaşındaki yok karasında bu ağın kaz zeri yani burada bu muzhad bu ha ve lakin haktı أو مثلا برسي قاعد في غنبرنا بريال السيلة قلت ما ديدا ما عندش خادم بربعي رستنا في غنبر ديدا سام من دروخ حملة رخصانة بعيرن أوغن نستنا ابن البعير بدون ديدا يا رسول الله ما نشكل قاوز رمان بليشنا هذا قاوز أبلي ما بها أوزا أي لازم إنه كتشك يا ورا إذا أنت في غنبر ديدا بعير كم ننقل ماذا أبا صغير بباص بعير ولا يعني هذا حتى أهلي سأخوه باص بعير ده فالمقصد أنه ورحناك إلى سيوزن ولكن شنده يعني باطل يوقته شنده كذب يوقته الأمر الآخر أحيانا أولر يعني بخر سيحانا قيل يعني بموضوع لارا أختاران شوخ عم مقرانا شنده شوخ قضايا أختار زوايا أختار بطر بس في سبيل مقابلة قلدرسن السخرية والاستهزاء من الآخرين يعني بخار سيبر سن فورتيا صار ابتلاء نشيدة والله بها ربما مثلا آخر خلطة أو من النفسية سيورون إنها بلا سيرهم ديرم بالذات تلفر ده يعني جحت لا غاش ملمة علم شارع تسان داري لله خارسة كلاس هر يرده وخارسة برسن كلاس نكمل عشب تسنة قليلة يمن النقص وارسة ثاني عقلي دنور يعني سنة كمان كنا بتر شخطة بخار سيبر سن يخبط لورت يعني شيء ده والله ربما بعسكر حنا قيل الله والله حكيت عطنا قال ميم بخار سجى شر شرق لار غرب لار نشي ده مجرد بس حنكتها والله حكيت عطنا قال ميم والله فلان اليوم باطل قدر أحيانا نقول حنك نشكل قرخت مقطع بها çok bir şeydi. Yani görürüz bir askere mesela istiyor bir sarın güldüre getir bir sınım kuşuyla mesela bağırıp çatladır. Ama mesela görüyor bir askere YouTube'da YouTube'da makatata mukallab oruyla bir sınav.